لاعب البحريني يوسف قائد تمكن من دخول تصنيف العالمي للاعبي التنس، وذلك بعد تفوقه على البحريني عبد الكريم رضا ضمن منافسات الأدوار الرئيسية لبطولة البحرين الأولى ITF Future للتنس، واللي تقام تحت رعاية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وذلك على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية. هذا وقد أقامت اللجنة المنظمة حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة. انت شايف يعني البطوله ناجحه والجماعات لاعبين واصلوا اللعب، واليوم اعتقد يوسف قائد قدر يحقق نتيجه جيده. وطبعا هذه البطولات هي تساعد لاعبين على مقارعه اللاعبين الاجانب ذو الخبره العريقه، ومتى ان شاء الله الله يوفقهم. طبعا خطط اتحاد بحرين للتنس كثيره وتنظيم، احنا بعد هذه البطوله بيكون هناك في بطوله ثانيه في نادي البحرين للتنس، وبعدها مباشره بيكون عندنا تصفيات كاس ديفيس للمجموعه الرابعه، واللي بيشارك فيها 11 دوله من الدول الاسيويه. تسليط الضوء اكثر على منافسات بطوله البحرين الاولى ITF Future للتنس، يسرني يكون معنا في الاستوديو كل من النقيب حمد السبع رئيس اللجنه الاعلاميه للبطوله، والملازم اول محمد السيد مدير البطوله. يا هلا ومرحبا فيكم في الملعب. اهلا وسهلا. نبدا فيك نقيب حمد، طبعا متى بديتوا في التغطيه الاعلاميه؟ هل كان عندكم خطه مسبقه للنقل الاعلامي لهذه البطوله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا بدينا التغطيه الاعلاميه قبل البطوله تقريبا قبل شهرين من البطوله. نعم. سوينا خطه استراتيجيات وخططنا ان نكون احنا نبي نخلي قطاع البطوله باحسن صوره وتكون تنظيم مرتب، ورتبنا مع جميع الصحف المحليه وبرنامج الملعب احنا اللي ناشرنا معاكم هنا عشان يكون احسن تغطيه حق البطوله. حلو، شلون شفتوا التغطيه لحد الان؟ لحد الان تغطيه جدا ممتازه، وان شاء الله نكمل على المشوار عشان تطلع بصوره طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. ملازم اول محمد، طبعا البطوله شهدت مشاركه مميزه في نسختها الاولى، شلون قدرتوا تستقطبون هذا العدد الكبير من اللاعبين؟ بلغ عددهم تقريبا 64 لاعب. اي نعم، هاي 64. بسم الله الرحمن الرحيم. 64 لاعب هاي اللي دخلوا الكواليفاي والمين درو، بس عندنا كانوا من المشاركين 17 لاعب بعد يوم من خارج، بعد ما حصلوا على الفرصه انه يدشون. فانت اول شيء كان عندنا الكواليفاي 32 لاعب، تصفوا منهم طلع منه 8 دشوا في المين درو، وكان معاهم 20 واربعه وايد كارد. بالله الحمد يعني ما شاء الله وايد لاعبين يعني. حلو جميل. نقيب حمد، يعني شلون تفاعلت وسائل الاعلام معكم غير التلفزيون؟ الحمد لله، والله كان تواصل مع الاعلام جدا مو طبيعي، يعني لهالدرجه ان التواصل عندنا من طريق الانستغرام والسوشيال ميديا والجرائد اليوميه كانت تتصل فينا اول باول وتتابع معانا، والجمهور كان يتصل ويتابع حتى يبون كانوا يعرفون المكان في وين بالضبط عشان يتواصلون معانا ويجون الملعب متابعه المباريات. بالضبط، احنا يعني في نهايه اللقاء اكيد بنذكر مره ثانيه بالتوقيت، وان الدعوه عامه والكل يقدر يحضر يتابع هذه المباريات. طبعا الدور التمهيدي مثل ما ذكرت انتهى، شلون شفتوا المواجهات حتى الان؟ شلون كان المستوى الفني للبطوله؟ الحمد لله ان كان عندنا من المصنفين اللي هم في الكواليفاي، كان عندنا التوب كواليفاي كان الهندي، اللاعب الهندي خان، ولعب مباراه وايد شيقه حتى كملوا، ما قدروا يكملون امس لانه من المطر فكملوا اليوم. فلعبوا هو ضد اللاعب يونس العناوي، ويونس العناوي مشهور عالميا كان رقم 14 رانك عالميا، بس الحين عمره 47 ما شاء الله عليه، عود في العمر بس قدر يغلبه ووصل للدور النهائي. حلو، يعني كان المستوى الفني عالي جدا. يعني
نقيب حمد، يعني كونك رئيس اللجنة الإعلامية، شلون شفت تجاوب الإعلاميين أو اللاعبين نفسهم مع وسائل الإعلام؟ والله الحمد لله تواصل اللاعبين كان معانا والإعلاميين بشكل متطور من بدينا البطولة لحد الآن. يعني تقريبا يجونا في الملعب، والله بدنا ننزل الملعب حق التغطية، كل من يجي يقول لنا نبي نسوي معاك مقابلة، والله تقابلونا حق نطلع في الصورة. أنه اللاعبين يونس من كل دول العالم يبون يطلعون روحهم البطولة. والحمد لله احنا اعلاميا حاليا سن نتطور ونحصل ان اللاعبين جايين يستجيبون لنا اكثر واكثر. شلون اللاعبين شافوا البحرين؟ يعني عندنا لاعبين عالميين موجودين، شلون شافوا البحرين؟ والله بالعكس اللاعبين اللي جايين هني كلهم كانوا مستانسين ومتفائلين ان هاي اول بطولة تصير، يقولون ان شاء الله كل سنه والسنه تستمر البطولة في البحرين. حلو. اعلم اللاعبين الضباط وزاره الداخليه الحمد لله يعني كانت الترتيبات جدا مرتبه. بالضبط، يعني قاعدين نتابع لقطات من هذه البطوله، صراحه الملاعب جدا جذابه، المكان جدا جميل، يعني احنا حسينا بان تنظيم جدا عالي ورفيع، وان شاء الله دائما نتمنى لكم التوفيق تستضيفون اكثر يعني بطولات اكثر ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. يعني لو نتكلم ملازم اول محمد عن الجو وتقلبات الجو، انت ذكرت بان في مباراه مثلا تاجلت بسبب شلون قدرتوا ان انتوا تنسقون مع تقلبات الجو لحد الحين؟ لين اليوم احنا ما نعرف اذا باكر في مطر ولا لا. الحمد لله احنا الادوار اللي هي التمهيديه الحمد لله خلصوا كل المباريات، بس عقب يوم وصلنا امس توقفت كل المباريات، ما قدرنا نلعب. فاليوم لعبنا 20 مباراه كلهم مال امس واليوم. المفروض كنا نلعب اليوم بس 12 مباراه، فصار ضغط على لحد احنا موجودين هنا الحين قاعد يلعبون الحين ما خلصوا، يمكن يخلصون على الساعه 10 10 شيء. اي ما شاء الله وايد مباريات. عشان ليش؟ عشان نخلص. وقالوا لنا يعني يوم شفنا الاوساط الجويه انه بعد جاي لنا الخميس والجمعه، واحنا الفاينل الجمعه والسبت اللي عندك الجمعه الفاينل حق الدبل والفاينل حق السنجل اللي هو بيكون يوم السبت. شو ممكن تسوي؟ يعني في احنا نقدر احنا شو يصير؟ احنا نقدر ان يعني اول ما نحصل شانس بسرعه عندنا الفريق انه ينشفون الملعب نبتدي، بس اذا صار ما بيوقف ان شاء الله في خطه ثانيه نشوف يوم ثاني. فممكن تتاجل نقدر نروح ليوم الاحد. اي نعم اي نعم. حلو جميل. مع الحكم العام نقدر نقعد معاه ونوصلها الى الاحد، بما انه يعني عندنا شانس للاحد. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. احنا الايام ويا هالجو كلنا نقول ان شاء الله ما يطق مطر، مع ان الناس كلها تتمنى المطر، بس حق هاي الفعاليات الواحد شوي يحتاج الى استقرار في الجو، بس شو نسوي يعني. نقيب حمد، يعني انتم حرصتوا على دعوه كل اللي يحبون التنس وهذه اللعبه في البحرين، شلون شفتوا تجاوبهم وياكم؟ وهل كان في حضور كبير من هذه الفئه؟ الحمد لله عندنا احنا موقع مركز الاعلام الامني، احنا كنا ننزل عليه اخبار يوميه بالاضافه للانستغرام، وكانت الجمهور تواصل معنا اول باول وتحضر البطوله، وكان في جمهور يعني الحمد لله يحضر المباريات، وان شاء الله الايام الجايه نبي الجمهور اكثر واكثر يزيد ان شاء الله. بالضبط، احنا بنقدم لهم دعوه، بس قبل اسال الملازم محمد الملازم اول، طبعا البطوله كانت مهمه جدا بالنسبه لنا وللاعبين البحرينيين، يعني شلون كان مستوى اللاعبين البحرينيين؟ وايضا بالتحديد اللاعب يوسف قائد اللي دخل التصنيف العالمي من خلال هذه البطوله. بس عشان اشرح لك شلون داش يوسف، حصل وايد كارد سيدي حق المين درو وفاز امس على اللاعب البحريني كريم عبد الرضا، بهاي الفوز حصل الحين اول نقطه له تصنيف عالميا، فهو ما كان من قبل اي لاعب عندنا مصنف، فالحين داش الرانكينج، فالحين اموره تسهل، فالحين عنده رانكينج حتى لو بيروح البطوله الجايه في مكان ثاني يكون عنده رانك. على كل مباراه ان شاء الله، يعني مباراته بكره بيلعب ضد اللاعب الاوزبكستاني وان شاء الله خير. شلون حظوظه؟ الاوزبكستاني الثالث هو تصنيفه على البطوله، بس ان شاء الله ما تدرين شو يصير. صحيح، ان شاء الله نتمنى له التوفيق. طبعا قبل الختام دعوه تحبون توجهونها للجماهير، لو نذكر لهم مثلا الاوقات بالضبط، سجلنا يمكن الجو يلعب دور، بس على الاقل لحد الان الخطه النهائيه. الحمد لله يعني جايين لنا جاليات كثيره، حتى عندنا من لاعبين هو اللاعب الفلبيني رقم واحد موجود، عندنا اللاعب الهولندي، في جاليات من الهولنديين جايين لنا، بيكون على ملاعب نادي ضباط الامن العام. والمباريات من بكره تبتدي من الساعه 12. والدعوه عامه. والدعوه عامه نعم. المباريات تبدا من الساعه 12 يوميا عندنا ليوم السبت. السبت الجمعه والسبت بيكون الفاينل حسب الجو، يعني لحد الان الساعه 4 ان شاء الله. بيكون في منطقه المنامه الجنوبيه نادي الضباط وزاره الداخليه. حلو.
ان شاء الله نتمنى ان نشوف جمهور اكبر جايين هذه الفعاليه، لان بالفعل تستحق المتابعه، خصوصا احنا التنس ما عندنا وايد في البحرين، فحلو ان احنا نتابع هذه الرياضه. انا اشكركم على تواجدكم معنا واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا على الاستضافه وما قصرتوا. العفو، العفو، تستاهلون.